السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه النافذة التي نطلع عليكم فيها في أول أيام شهر رمضان المبارك من البلدة القديمة من مدينة الخليل، حيث البلد العتيقة والأجواء الرمضانية الأكثر من رائعة التي يعيشها هنا الناس في البلدة القديمة بمدينة الخليل. هنا ما يعرف بساحة البلدية القديمة أو باب البلدية القديم، هذا المدخل المؤدي مباشرة إلى طبعا المسجد الإبراهيمي الشريف، وكما يظهر في هذه النافذة كما يظهر في هذه الصورة يعج السوق بالناس ويمتلئ السوق بالمواطنين. هنا الحياة بكل معانيها وتفاصيلها. بكل الأحوال لمتابعة هذه الجولة مع الناس يسعدني أن أرحب بالصديق بدر الدعور، تحياتي لك وكل عام بخير. أهلا وسهلا، بارك الله فيك وكل عام بخير. وجودك رائع جدا في هذا اليوم الفضيل، أول أيام شهر رمضان المبارك. يعني أول أيام رمضان، الحمد لله رب العالمين، بسم الله ما شاء الله، احنا نتمنى دائما البلدة القديمة تكون بهذا الشكل. كيف تصف البلدة القديمة وأجواءها في أول أيام رمضان؟ يعني هذه إشارة من رب العالمين، يعني رائعة جدا، وهي أشبه لمعجزة. هذه المنطقة اللي بتكون أيام أشبه لمدينة الأشباح، في لحظة بتتحول وبتكتظ بالسكان، بتكتظ بالحركة، حركة تجارية قوية جدا، التزاحم، التدافع، إشي مهول جدا. فهذا طبعا بتجي من خلال يعني إشارات من رب العالمين، وهذا طبعا من شأنه إنه يزعج الإسرائيليين ويغيظ الإسرائيليين، لأنه هم كانوا يراهنوا على أن المنطقة تتفرغ تتهود، سكانها يتركوها، أصحاب المحلات المارة تنتهي الحركة بشكل كامل. لكن أعمالها اللي بصير هي مفاجأة، هي أعمالها بتطلع على الإسرائيليين، بيطلوا على برؤوسهم، بتفاجئوا من قديش ضغط الناس، الحركة، الأجواء. رمضان اللي مميز في شهر في البلدة القديمة، يعني في البلدة القديمة إلى خاصية، الطقوس اللي موجودة، الحاجيات، الروحانيات. طبعا احنا بجوار حرم الرحيم الشريف، هذا النبي العظيم، هذا خليل الله، فأنا بتصور هذه بركة من رب العالمين وهذا عطاء، وإحنا الله أكرمنا في هذه المنطقة، منطقة يعني الرباط والصمود، وعمالة بنشوف قديش الناس فرحة في هذه المنطقة، هذه منطقة الأجداد والآباء، التاريخ، الحضارة، الهوية. نعم، هاي الناس بتروح للمسجد إبراهيم الشريف كمان ولا بس بتروح على الأسواق تبتاع وتشتري حاجياتها وأغراضها؟ والله يعني في جزء بيتحركوا باتجاه الحرم الرحيم الشريف، لكن الأكثرية بكون صعب، لأنه الإسرائيلي تارك حواجز ويعني التضييق، فالشباب أيام بكونوا يعني بحاولوا يتلاشوا وجودهم في هذه المنطقة، فللأسف إنه جزء كبير من الناس بيصلش الحرم الرحيم الشريف بحكم يعني التضييق والإغلاق، وبحكم وجود العسكر السيء اللي موجود هناك، اللي يعني هو بالنهاية مش راح يكون يعني إشكالية كبيرة للشخص اللي بيصل، لكن الناس بتتلاشى وجودهم بالقرب من الإسرائيليين. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك وكل عام وانتم بخير. تحياتنا، لازلنا نتابع إذن مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة هذه النافذة من أسواق ومن سوق البلدة القديمة في مدينة الخليل، حيث كما ذكر الأخ الفاضل قبل قليل، يعني سبحان الله، ما أن يبدأ شهر رمضان المبارك حتى تبدأ حركة الناس الكثيفة ويعني الحركة النشطة هنا في سوق البلدة القديمة في مدينة الخليل. البلدة القديمة في الخليل في شهر رمضان المبارك هنالك بعض الطقوس، دعوني أقول، المرتبطة بشهر رمضان المبارك كالحلويات الخاصة بشهر رمضان المبارك. هنا هذه الزاوية المخصصة للمخللات، حيث أن البلدة القديمة، ما أن تدخل البلدة القديمة هنا كما يظهر في هذه الصورة، حتى يقع نظرك على هذا الكم الهائل من المخللات ومن الأشكال والأصناف المتعددة من المخللات. وكما تشاهدون وكما تتابعون هنا الناس يعني تشتري حاجياتها وأغراضها من هذا الشكل. يعطيك العافية، كيف حالك؟ والله مكيفين يا حبيبي. اتعرف عليك. محمد الجمل. شو محمد، ايش المخلل؟ بدنا ننسى كل الانواع يا حبايب. الواحد وهو صايم بحس انه نفس ياكل كل هاي. 100%، دائما كل سنه بس بجع هون للمحل، بدري كل المحلات بجع هون. شو الفطره اليوم؟
باذن الله هالشو ناشناوي، احنا غير عن كل الناس. مشاوي؟ اه شلالات ومرتبين الوضع 100%. كيف اجواء البلد القديمه برمضان؟ والله احلى شيء. بلد القديمه بس برمضان، غير رمضان ما بتنفادش. طب ليش ما نجيها بعد رمضان كمان؟ والله يا حبايب الواحد ما هو فاضي، يعني مش فاضيين اشغل وما انت عارف، بس برمضان الواحد ضل قاعد. العود بخير، شكرا، شكرا جزيلا، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تعرف عليك. اسمي يزن ابو سنين. شو الفطر يا اياد اليوم؟ والله ما لسه، نروح نشوف شو الوضع. بس اهم شيء المخلل يكون موجود. اه اكيد. كيف اجواء البلد القديم بالخليل؟ حلوه ممتازه، ممتازه. شكرا، شكرا جزيلا لك، وكل عام والجميع بألف خير ان شاء الله. اذا لازلنا نتابع وعلى الهواء مباشره هذه النافذه التي ننقل لكم من خلالها الأجواء هنا في البلدة القديمة بمدينة الخليل، حيث هذه الأجواء الرائعة، حيث هذه الحركة النشطة للمواطنين وللناس. جزء من هؤلاء الناس أيضا يذهب باتجاه المسجد الإبراهيمي الشريف. عبد الجبار أبو السنيني زميل عزيز، مساء الخير، كيف حالك؟ مسكناك، حياك الله. يعني طول عمرك مذيع بتحاور، اليوم انت ضيف يعني. حياك الله. كيف حالك؟ طمنا عنك. متاسف صوتي تعبان، اما حياك الله. الف سلام ان شاء الله. خليك. كيف تبدو اجواء البلده القديمه في اول ايام شهر رمضان المبارك؟ يعني هذا شيء يثلج الصدر اولا، وانا متاسف لانه صوتي تعبان، بس انت شايف الجماهير كل رمضان البلده القديمه تنعم بالزوار، بجيها من وين؟ من الخليل، كمان من المدن المجاوره للخليل، كمان بيجي حدا من بيت لحم. هذا شيء بيثلج الصدر، ونتمنى بانه تكون كل اشهر السنه رمضان حتى تشوف البلده القديمه على هذا الحال. يعني انت ابن الخليل، شو في شيء بيميز البلده القديمه بشدنا برمضان لحتى نيجي عليها؟ هذه كيمياء، يعني اذا بدك عبق المكان، جذور الناس مضروبه هون، انت بتحكي عن عمر مدينه. حتى الرائحه طبعا، حتى الرائحه، الهدوء، السكينه، هذه الحجاره كلها تتكلم العربيه يا سيدي. انت لما بتحكي هون ابراهيم ابو الضيفان، سيدنا ابراهيم عليه السلام اتى ضيفا الى خليل الرحمن عند العرب الكنعانيين، وحملوه على اكف الراحه واعتبروه واحد منهم وسكن في هذه البلد. فشو بدك اكثر من هيك؟ انه هذه البلد اللي كل حدا عن جد في شيء من جوا بشده. صحيح اكثر في رمضان، صحيح اكثر لانه كل الناس قلوبها بتهوب، كل واحد معصب، فبيجي ياخذ طاقه ايجابيه من هالمكان وعاود يرجع. كل احترام، انا سعيد بلقائك، كل عام وانت بخير. احفظك، اشكرك. شكرا، شكرا جزيلا. اذا لازلنا نتابع مشاهدينا الكرام عبر هذه النافذه والاجواء الرمضانيه، اجواء رمضان المبارك وحركه الناس النشطه خلال الشهر الفضيل. مساء الخير. الله يسعد مساك، يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. شكرا، الصحه والسلامه. نتعرف عليك. انا عطايا الجبريني من سكان مدينه الخليل البلده القديمه. ما شاء الله تبارك الله. أيوة. مبسوط انه بما انك من سكان البلده القديمه، انه بسم الله ما شاء الله البلد فل اليوم. اول شيء احنا يعني بنقول كل عام وانتم بخير لاهل فلسطين، اهل الخليل، ان شاء الله بكون سنه خير على الجميع يا رب. وهذا احنا يعني بنتمنى كل السنه تكون رمضان، لان اجواء رمضان في البلده القديمه غير، تبقى يعني بنشوف الناس غير رمضان للاسف، يعني تبقى مدينه اشباح، يعني بعد العصر بتبقى مدينه اشباح. نتمنى احنا السنه تكون كلها رمضان يعني، والحمد لله رب العالمين على كل حال. يعني اجواء رمضانيه ان شاء الله بتكون بتبشر بالخير. اول شيء بنترحم على شهدائنا اللي سخطوا اليوم طبعا، وان شاء الله ربنا يجمعنا ويحيينا واياهم في جنات النعيم. واحنا يعني من هذا المكان المبارك يعني بندعو الناس الوفود للبلده القديمه الحرم ابراهيم الشريف باستمرار طبعا، لان القلب يعني هي القلب النابض لمدينه الخليل. الحرم الابراهيمي، تكية سيدنا ابراهيم الخليل، عنوان مدينه الخليل طبعا. اكثر شيء بتحبه بالبلده القديمه بالخليل ايش هو؟ طبعا المسجد الابراهيمي وتكية سيدنا ابراهيم الخليل. بصفتي انا يعني بعمل في تكية سيدنا ابراهيم الخليل منذ 20 عام. يعني احنا اول شيء بفضل الله يعني بنقول الحرم هو كنز، يعني ان هون يعني يعتبر رابع مسجد في العالم. يعني احنا قيمه الصلاه فيه مباركه، يعني لا بيصلي فيه، وفي ناس للاسف يعني بنقول للاسف عمرهم ما دخلوا المسجد، يعني مسكن مدينه الخليل. يعني فيش احنا اول شيء فيش خوف، فيش مضايقات، يعني الصلاه فيه عاديه. تكية برمضان شغاله؟ شغاله طبعا، الحمد لله. يوم يوم شغاله الحمد لله. يعني اليوم طبخنا
تقريبا 650 كيلو لحمه مع 400 كيلو فاصوليا. الحمد لله يعني رب العالمين. مدينه الخليل المدينه التي لا ينام فيها جائع بسبب وجود كيت سيدنا ابراهيم الخليل. خيرين كثار في مدينه الخليل، وان شاء الله بتضل عامره باهلها وناسها ان شاء الله. شكرا 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 جزيلا، تحياتي لك، كل عام وانتم بخير. اذا تنقل لكم على الهواء مباشره وعبر وكاله جي ميديا خلال هذه النافذه هذه الصوره من البلدة القديمة في مدينة الخليل وحركة الناس النشطة في أول أيام شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وغفر الله لنا ولكم إن شاء الله تعالى، وأعاننا وإياكم على الصيام وعلى القيام في شهر رمضان المبارك. هذا الإشراك، إشراك البلدي، هذا طقس من طقوس رمضان المبارك في البلدة القديمة في الخليل. إذا هذه الصورة تنقل لكم على الهواء مباشرة. تحياتي، مساء الخير، يعطيك العافية، كل عام وانتم بخير، انتم بصحة وسلامة يا حبيبي. شغال طول السنة ولا بس برمضان؟ ايه طول السنة ولا بس برمضان؟ شغال السنة يا زلمة. شو كيف الوضع برمضان؟ شو اللي بيميز رمضان هون في رمضان الناس بتنزل، وبعد رمضان بتشوفش ولا حدا، تبقى فاضي. هذا هو بيميز، واجواء رمضان طبعا عشان القطايف وبينزلوا بيصلوا في الحرم، والاجواء مرتبه. احنا نتمنى مش بس في رمضان، في ايام عاديه برضه ينزل. شكرا جزيلا، تحياتي لك ويعطيك العافيه. اذا لازلنا نتابع على الهواء مباشره هذه الصوره التي تنقل لكم من البلده القديمه في مدينه الخليل. طيب سلامات يا باشا، يعطيك العافيه، كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. يعني شو وضع الفلافل برمضان؟ في اقبال؟ الحمد لله في موجود. موجود اقبال ايوه. من امتى بتشغل البسطه برمضان؟ من اي ساعه؟ انا ببلش يعني اولى عدين الظهر. نضل المغرب ان شاء الله. جميل جميل. شو بتبيع غير الفلافل المحشيه هون؟ اه؟ انا عندي ببيع فلافل محشيه جبنه، وفي فلافل بصل وسمي. وشغلات زي هي يعني هذا صنف مطلوب برمضان بياكلونا؟ برمضان مطلوب او بس يعني في رمضان قبل ما فيش غير رمضان. كيف اجواء البلده القديمه شايفها؟ والله الحمد لله ان شاء الله بتضل هيك كل سنه، ما احنا بنحكي ان شاء الله بتضل هيك. ان شاء الله. شكرا 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 جزيلا، تحياتي لك. اذا هذه المتابعه بالتاكيد مستمره. هي بسطه العصير مخلصه، ربنا جبر، الله يرزق الناس جميعا. هنا الحلويات والسكاكر بأشكالها وأصنافها. أذكر في طفولتي، دعوني أتحدث عن هذا الجانب، يعني عندما كنا ننزل إلى البلدة القديمة في شهر رمضان المبارك ونحن أطفال، يعني هذه الأشياء من أكثر ما يشدنا الحقيقة خلال شهر رمضان المبارك، هذه السكاكر وهذه الحلويات الرائعة، وهي أيضا صور تبقى محفورة في الذاكرة، في ذاكرة طفولة كل خليلي نزل إلى البلدة القديمة في الخليل وهو طفل واشترى من هذه السكاكر ومن هذه الحلويات. إذا الصورة تنقل. هذا أيضا طبعا عصير اللوز، عصير التمر الهندي، هاي كمان العصائر المعروفة بشهر رمضان المبارك وحركة الناس النشطة هنا في البلدة القديمة بمدينة الخليل. المتابعة بالتأكيد مستمرة ومتواصلة، وهذه الصورة تنقل لكم على الهواء مباشرة. إذا متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، لازلنا معكم ولازلنا بالتأكيد في هذه النافذة التي ننقل لكم من خلالها الصورة والمشهد في البلدة القديمة بمدينة الخليل. هنا القطايف، يعني هذا أيضا طقس من طقوس
رمضان المبارك في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بائع القطائف وطابور الناس كما تشاهدون، طابور الناس المصطفين هنا لشراء حلويات القطائف في شهر رمضان المبارك. يظهر من خلال هذه الصورة طابور الناس الطويل، قطائف البلدة القديمة في الخليل لها طعم مميز ولها نكهة خاصة، لأجل ذلك الناس ترغب في أن تشتري هذا الصنف من الحلويات من هذا المتجر بالتحديد. يعني هذا له عشرات السنوات هنا وتورث هذه المهنة أبا عن جد كما يقال، وبالتأكيد الناس ترغب في أن تأتي هنا وتشتري حلويات القطائف. ويظهر على الأقل طابور الناس الكبير الذين قدموا هنا من أجل شراء هذا الصنف، صنف القطائف. احنا مش جايين نصور، جايين نبيع. اذا لازلنا نتابع. حج مساء الخير، يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. وانت بخير. بشكل سريع تحكي لي عن هاي الطقوس برمضان، القطائف بالشهر الفضيل، شو في اشي بميز القطائف يخلي الناس تيجي بهذا الشكل؟ والله على مدار السنه بنشغل القطائف، بعدين إنا خبرة زمان، يعني مش ناس أقدم منا في هذا الشغل، اشتغلنا على الحطب واشتغلنا على البوابير، وبعد ما نزل الغاز صرنا نشغل على الإفران الغاز، جبنا التوماتيك وأسعار يعني معتدلة بنبيع. قديش كيلو قطايف السنة؟ اليوم الكيلو بستة شيكل الكيلو بنبيعه، محلات تانية بتبيع بعشرة باثناعش، فالقناعة كنز لا يفنى. أجواء البلد القديمة كيف شايفها؟ والله يعني في شهر رمضان، يعني كل يوم في شهر رمضان بسوى سنة من الأيام الثانية، كل يوم بسوى شهر. وما أنت عارف يعني جيران سيد إبراهيم الخليل هون، إحنا بلد الإسراء والمعراج، وإن شاء الله آخرتها إنا والصبر والمراجل بالصبر وطول البال، والله كريم إن شاء الله بتحيا البلد وترجع إلى أصحابها. شكرا 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 جزيلا، يعطيك العافية. إذا هذه الصورة التي تنقل لكم متابعينا الكرام من البلدة القديمة وأجواءها الرمضانية الجميلة والرائعة في الخليل. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، بذلك وبهذه النافذة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة في شوارع البلدة القديمة في مدينة الخليل. نتمنى السلامة للجميع، كل عام وكل أبناء شعبنا بألف خير إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، غفر الله لنا ولكم وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم، وإلى لقاء في نافذة أخرى إن شاء الله بجولة جديدة. حتى ذلك الحين هذه تحية، إلى اللقاء.